مشاكلكم وكنفكوها عليكم. كاين الحل على أصوات. فعلا شفنا الشروط باش يمكن الإنسان يتحمل يعني واحد الكفالة، يستفيد من الكفالة طفل مكفل به، وشفنا المسطرة، ودابا نتكلم على الآثار اللي هو مهم وتخص الإنسان يكون عارفه، هو أنه ما كاينش ما كيتبناش النسب على الكفالة. يعني باش تكون مسألة واضحة، اللي تكفل به يمكن له يتزوج بولد هذاك المتكفل، إلا بنت يمكن لها تزوج بولد متكفل، أو إلا بنيسة يمكن لها تزوج بولد متكفل، يعني ماشي خوت، ما كاينش نسب. ها وبالتالي أيضا الأثر الثاني واللي هو مهم هو الأثر ديال الإرث، ما يوردش في باه ملي يموت. يعني هذه المسألة دي خصنا نحسمو فيها، إن ما كاينش النسب ما كيكونش ولده يعني من صلبه باش كتبني عليه داك الاثر ديال النسب، ثم ما كيوردش لانه ماشي الابن ديالو من الصلب ديالو، وبالتالي ما تيوردش. ثم الاثر الاخرى القانونيه هو انه المتكفل تلقى على عاتقه جميع المسؤوليات ديال الحضانه ديال الطفل. يعني بحال ولده، بحال هو حاضن واحد الطفل ديالو، الا كانت ام فهذاك الابن بحال ولدها حاضنه عليه، ولكن الأب والأم فهو بحال ولدهم، ونفس المسؤولية اللي عندهم على وليداتهم إذا كانوا عند وليداتهم حتى هذاك تعتبر ولدهم من ناحية المسؤولية. كنقصد بهذا الشيء هذا النفقة ديالو، التطبيب ديالو، التمدروس ديالو، وجميع الشروط الأخرى اللي تخص الأب اللي يقوم بها تجاه هذا الطفل، والأم أيضا تراعيه. وإذا كانت حتى تترضع يمكن لا ترضع، إذا كانت تترضع وكان الطفل يعني راضيع وكان ممكن ترضعو ما فيها بس اللي رضعته، ولا لقات شي واحد اللي رضعو جاره ولا شي وحده اللي قريبه ليها ما فيها بس ترضعو، لان اللي تيكون راضع تيكون محتاج لذاك الحليب. فلهذا يعني تيخصها ترعاه، كنقصد بهذا الرضاعه يعني ترعاه، يعني تكون كتخاف عليه بحال ولدها. يعني بحال لا واحد المراه ولدته ما عندها شي الحليب، تتقلب تشوف كيفاش دير تعطي الحليب. طبعا هادشي كان زمان، للاسف اليوم هادشي غادي تيندثر ديال الرضاعه، ولكن هي مهمه جدا. واللي قصدت بهاد القضيه ديال الرضاعه هو انها خصها ترعيه، خصها تسهر عليه، خصها تبغي له المصلحه ديالو، وتقلب كيفاش تعطيه اللي يمكن له يوفر له واحد الصحه والعافيه ديالو، ويكون واحد التوازن في الدين ديالو في الصحه ديالو. اذا هادو هما الاثار، وبالتالي تيخصهم يقريوه، تيخصهم اذن يلبسوه، يصيفطوه للطبيب، يوكلوه، يلبسوه، يشربوه، يسفروه الا كانوا غادي يسافروا. المسؤوليه ديال الدين ايضا، باش حنا شرطنا في القانون 501 ان الابوين خصهم يكونوا مسلمين، او الام الوحيده بوحدها ما عندهاش زوج، يمكن لها المراه بوحدها يمكن لها تكفل بوليد او بنيته، ولكن خصها تكون مسلمه. هذه من الشروط اللي كيتكلم عليها القانون 501 ديال الكفاله. اذا والنفقه على الابن المتكفل به ما كتسقط حتى كيدير الولد نفس شروط ديال مدونة الأسرة، حتى كيدير الولد 18 عام، أو إلا كان تقرأ حتى ال 25 سنة. أيضا بالنسبة للبنت فالنفقة واجبة على المتكفل بها لحين أن تعمل، أن تشتغل، أو أن تتزوج. نعم دكتور، واحد النقطة اللي كتعلق بالسفر بالمتكفل به خارج أرض الوطن، مش ضروري كتحتاج شي موافقة من جهة معينة؟ لا، ما عندهاش شي، لأن عندها حكم وهذاك الحكم راه وثيقة رسمية، وكتعطيه الحضانة بكل آثارها. نعم، يعني إمكانية السفر بخارج المغرب بدون أدنى مشكل أو عرق. لا، تيكون حتى ذاك الحكم تيمكن له يأذن في الحكم باش يتهنوا من هذا المشكل، يأذن بالسفر إلى الخارج. أصوات الإذاعة اللي كتفهمني وتفيدني.